ما يقرب من مليون تركي من تركيا ومن أوروبا. الشركات التركية أيضا أصلا تنظم رحلات المسلمين اللي في أوروبا وفي روسيا، أيضا بتنظم لهم الرحلات، والعدد ده تقريبا بنقدر بمليون بيروحوا الحج والعمرة. وبعض الشركات دخلت قدس من ضمن الديستنيشن أو المحطة اللي ينزلوا فيها يعملوا زيارات ويعملوا مزارات الدينية. طب أنت عندك في مصر أصلا بلد كلها تاريخ إسلامي، ويعني واحد لو يجي ما يعرفش يخلصها في 10 أيام ولا 20 يوم لو حاول يلفها. ولكن نحن في بعض المزارات الموجودة الأتراك مهتمة بها جدا، يعني الأتراك أول ما ينزل يقول لك ادونا عند السيدة نفيسة وسيد عائشة وإمام شافعي، وعايزين يروح عند السيد بدوي وعايزين يروح الحسين. يعني في لو مسار آل البيت بالضبط، مسار آل البيت والكلام ده، وعايز يشوف الأزهر، عايز يروح القلعة، وعايز يشوف الجامع سلطان حسن والرفاعي وسوق السلاح وأكسنجر القاهرة القديمة وعزية. نعم، لما يجوا ينبهروا، يعني الناس دول أنت لما توديهم للمول يقول لك أنت جبتنا في مول ليه يعني، وإحنا عندنا ما فيش مولات، ده إحنا جايين عايزين نقعد في جامع سلطان حسن وعايزين نقعد في الأزهر. يعني مصر أصلا لها ثقل ديني عالمي، ثقافي عالمي. لو أنت لو دخلت حتى، والناس دول أصلا بتيجي تصرف، يعني مش زي الجماعة السياح اللي بتيجي للبحر والشمس وما يخرج، لا 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 ما يخرجش من الفندق، يأكل ويشرب في الفندق فقط، لا 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 لا، ده يجي يشتري هدايا وتذكار ويحب يصرفه، يحب يقول لك نتبرع لبناء المسجد أو هكذا. يعني الناس أصلا عندهم واعز ديني ويحبوا مصر. طيب مش ايه المشكله بتاعتنا دلوقتي؟ الحصول على الفيزا والتاشيرات. اي حد عنده تاشيره العمره والحج، تمام، قرار زي كده تنزل يقول لك ممكن يقعد من اسبوع، من 3 أيام لاسبوع فيزا ترانزيت. يعني اهلا وسهلا بالحجاج والمعتمرين، هتلاقي الحجاج والمعتمرين الاتراك بجميع اطياف والسن موجودين اجوا مصر وفورا.